كنت نعرف بعدا هي هذه الجمله هذه ما كنتعاملوش مع الميليتار، بغيت انا لي طاماجور كلها تنوض لهاد لا كلينيك. علاش؟ حيت حتى قرات لا ميليتار، حتى قرات محررين البلاد كتقول ما كنتعاملوش مع الميليتار. هادي ما كايناش كاع بعدا، هي راه ديك الكلمه خصها تعاقب عليها، لا كلينيك كلها خصها تعاقب عليها. علاش؟ حيت كتحط وكتقيس، كتقيس الاسم ديال الميليتار، كتقيس الاسم ديال الجيش، كتقول لك حنا ما كنتعاملوش مع الميليتار. غير السميه خصك تعاملي معاها، غير السميه خصك تنوضي وتقرد فيها يا اللي ما كتعامليش مع الميليتار. انا الابن ديال الكورنيل الفراري محمد بن محا اللي توفى الخميس اللي فات 7 في هذا الشهر، هذا توفى بسبب انه باش نلخص الوالد ديالي سي ان كولونيل ميليتير، سي ان انسيان كومباتون اللي كان مسن إيه ولكن كان إليتي اوتونوم. حاجه وحده اللي عنده فيه السكر، هي بحال الناس كاملين، ما كانش كيعاني من شي مرض مزمن، كان بقواه العقليه، كان كيتمشى تيهضر، دوا معايا الاربع في الليل، ما كانت عنده حتى شي حاجه. نهار الخميس جاته اون فاتيك، انا مالوغوزمون هذاك النهار كانت الطرق مقطوعه، راه كلشي المغاربه عارفين داك الفيضان اللي كان نهار الخميس. انا ساكنه في دار بوعزه، عيطت لي ماما قالت لي راه باباك بحال شويه فيه السخفه، راه ما عرفت مالو. المهم باش بقينا كندوي معاه وكلشي هزيناه، عيط للطبيب ديالو البروفيسور بوستا، ما لقيتش التليفون ديالو، كان اوغزر. ملي عيط للكابيني ديالو عاد قالوا لي بانه راه عاد جاي في الطياره، دونك ما كانش يمكن يجاوبني. مي هما اللي قالوا لي سيري ديه لا كلينيك لونشون، كنقولها وتنعاودها، باش قالت لي سيري ديه لا كلينيك لونشون، راه المرضى لي باسيون كلهم ديال البروفيسور بوستا تما فين كان داوا. عيط انا ماما قلت لها هزي عاد قيه ديه ديراكتومون لا كلينيك لونشون. ملي توصل تماك يدخلوهم، بعد عيط ليا باش نوصيهم على قبل انه بروفيسور بوستا راه جاي باش غادي يداوي باش غيتكلف به، وانا وقت ما طلقات الطريق راني غادي نهز راسي ونجي. مشات افيكتيفمون تماك وسط هذيك الشتا وداك الحاله اللي كانت زعما ديال الناس كاملين، وصلت لا كلينيك لونشون، وقفات الطوموبيل برا ودخلت عندهم كتناجدهم زعما كتطلب منهم باش يعتقوها باش يخرجوا يهزوا ليا بابا يهزوه يعتقوه. حتى حد ما وقف معاها، ما حد وراوها، قال لها نزلي الطوموبيل لي زورجونس. دابا هاد لي زورجونس ديالهم عندهم كاينه في واحد الحافه، صادير خصك تنزل واحد النزله. انا ماما ما قدرتش باش تنزل الطوموبيل، وحتى شي مساعده ما جات من جهتهم، ما قالوا لها واش كتعرفي تسوقي الطوموبيل، امراه كبيره واش كتعرفي تسوقي الطوموبيل. ما خرجوا امبيلونس، ما خرجوا برونكا، ما خرج معاها انفيرمي، اوكون اسيستانت في لاكاي، وقالت لها نزلي الطوموبيل لي زورجونس. هذه بعدا انا ما عمري ما شفتها. ماما ما قدرتش باش تنزل الطوموبيل، شكون اللي كينزلها لها؟ كينزلها لها الكارديان هو اللي كينزل لها الطوموبيل. ومن بعد شنو كنلقاو؟ ما كنلقاو حتى شي عند الاستقبال ديال لي زورجونس، بعدا هي الاولانيه. الوغ كو في لاكاي نورمالمون راه علنا بانه كاين ان كا اورجون داخل عندهم، ما جات حتى شي واحد لعندنا. شكون اللي كيهز بابا من الطوموبيل باش يحطو في هذيك في ديك لاشيز غولاند؟ السيد اللي معنا في الدار والكارديان. الله يرحم الوالدين بعدا على هذا العمل هذا اللي داروه. هذا السيد هذا هو اللي تعاون باش هزوا باش حطوا بابا في هذيك لاشيز غولونت، ودخلوه لواحد لاسال، بقى لاسال ما فيها والو، تادير ماشي ديريكتومون لي زورجونس، دخلوه لاون سال. كيجي واحد الطبيب، كيجي اول سؤال تيسولهم تيقول لهم شكون هذا؟ هذاك انسان، هذاك مريض، هذاك محتاجك باش تعتقو. انت يا الطبيب اللي مادي القسم على انك غتعتق الناس، ملي شفتي انسان خصك تعتقو، ما تدوي مع حتى شي واحد، تعتقو هو الاول تشوف شنو كاين، ماشي تقول شكون هذا. حتى ناض السيد اللي معنا في الدار قال له هذاك سي ان كولونيل، سي ان انسيان كومباتون. عاد دوا معايا في التليفون، مرحبا مون كولونيل، مرحبا مون كولونيل. قلت له شنو عنده؟ قطع التليفون، باز عاد مشى شافو. من بعد عاود عيط لي ثاني، قال لي باباك راه عنده 4 غرام في هذا في السكر، وراه محتاج الاكسجين، صادير ديك لا فابليسي كان عنده كنحتاج الاكسجين. قال لي شوف راه خاصو دي سكانير وخاصو دي راديو، وغادي يبات في الانعاش، وعاد زعما عاد يمكننا باش ندو. قلت له شوف فو فات لو نيسيسير، الطبيب ديالو بروفيسور بوستا راه جاي في الطيران، راه كي غينزل المطار صيفط له ان ميساج دورجونس، وان بليس صاحب بابا هاد الميساج، دونك اوتوماتيكمون من الطياره كان غادي يجي عندنا. قلت له انا راه تطلق الطرق، راه غادي نجي عندكم، مي فو فات لو نيسيسير، عاد تقول لي بابا. وانا بديت نقول له اعتق راه الا ديابيتيك، باسكو بقيت نقول اول معلومه اللي كان خاصني نعطيهم راه هي هادي، باسكو هادشي اللي كان عند بابا ما كانش عنده شي حاجه اخرى. من موراها قال لي صافي حنا غادي نتكلفوا. من موراها شنو كيديروا؟ كيعيطوا لماما كيطلعوها لا ريسبسيون. اول حاجه اللي قالت لها السيده، قالت لها خصك تحط واحد الشيك ديال 30000 درهم. قالت لها بنتي انا ما عنديش شيك،
جو سوي فام فوايي ما عندي لا كارنيتيك لا والو. هذاك الصباح بابا من قبل كان بقوة العقليه كان تيشوف دونك هادشي كلشي حضر له مشابه حضر لهاد الاسات هادي وحضر لهاد الجريمه ومشابهها. هذيك الصوره اللي شاف في حياته هي الاجرام ديال هاد الناس. من قبل ما بقاش كيدوي عمر الماما ان شيك ديال ساميل ديغام اون سي جامي تحتاجو شي حاجه. تتقول لها بنتي انا عندي شيك ديال ساميل ديغام بوحدي تلو عندي. قالت لها لا ما بغيناش الشيك ديالو هو بغينا الشيك ديالك انت. تتقول لها بنتي اعتقوه وانا راني غنبات معاه انا راه معاه هنايا. دوزات عليا في التليفون كنطلب ديك السيده اللي في لاكو تنقول لها شديهم بجوج مي بارون شديهم بجوج انا راه تطلق الطريق راه غادي نجي وبروفيسور بوستا هو جاي في الطريق. قالت لي انا ما عندي ما ندير هادو التعليمات اللي عندي. نات دات ماما سيرفيس كونتابيليتي هادي خصني ولا بغيت نقولها باسكو تقالت ملي داخله بها قالت لها انا جايبه هاد السيده راه جات مع واحد السيد وما عندها فلوس. قالت لها ولا جايبها ليا اللي ما عندها فلوس تكستو وانا متحمله المسؤوليه ديال الهضره هادي اللي الهضره اللي تقالت. ملي دخلت لعندها قالت لها شوفي راه خصنا حنايا ان شيك ديال 30000 درهم عاد يمكننا نديرو ويمكن. دوزاتها ليا في التليفون كنطلبها تنقول لها شوفها بنتي راه عافاك راه ماما اللي عندها شيك ديال 9000 درهم بوان ما عندها حتى شي حاجه اخرى. والسيد بابا اللي سي ان انسيان كولونيل ميليتير ان انسيان كومباتون قلت لها راه عنده لا ميتيال ديال راه عنده لا ميتيال ديال الميليتير. قلت لها حنا ما كنتعاملوش مع الميليتير. انا بغيت نعرف بعدا هاد الجمله هادي ما كنتعاملوش مع الميليتير بغيت انا لي طاموجور كلها تنوض لهاد لا كلينيك. علاش حيت حتى قرات لا ميليتير حتى قرات محررين البلاد كتقول ما كنتعاملوش مع الميليتير هادي ما كايناش كاع بعدا هي هاد الكلمه خصها تعاقب عليها لا كلينيك كلها خصها تعاقب عليها. علاش حيت كتحط وكتقيس كتقيس الاسم ديال الميليتير كتقيس الاسم ديال الجيش كتقول لك حنا ما كنتعاملوش مع الميليتير. غير السميه خصك تعاملي معاها غير السميه خصك تنوضي وتقرد فيها يا اللي ما كتعامليش مع الميليتير يا اللي قتلتي ليا الكولونيل. انا بابا اول طياره مشات للصحراء ركب فيها انا بابا مشى للصحراء انا بابا حارب انا بابا مشى له السماع في الحرب انا بابا 45 عام ديال الميليتير انا بابا الى يومنا كينوض باقي محاول على البدلات ديالو باقي تيمسح لي كالون ديالو. الناس يا الميليتير اللي كتعرفوا لي كالون باقي بابا مهري في لي كالون ديالو باقي بابا بقواه العقليه وكينوض هاد الناس شنو كيديروا هاد الاجرام. ملي كتقول لها السيده قلت لها انا راه عنده لا ميتال ما بغاش تصنت لي هاد السيده هذا كاع. قالت لها شوف غتحطي شاك ديال 30000 درهم هي الاولى عاد غادي ندوي معاه. من بعد شنو قالت لها؟ قالت لها شتي هاد الساعه هادي خاصك تخلصي 400 درهم ديال هاد الشويه اللي عطيناه ديال الاكسجين خاصك تعطي عليها 400 درهم. تتقول لها ماما كتطلب فيها كتقول لها عندي شاك ديال 5000 درهم خودي 400 درهم وعطيني امبيلونس عطيني امبيلونس فيها الاكسجين باش نهز باش نعتقها با. وهاد الكلام تنقول انا وكتقول. قالت لها لا خصني الشاك ديالك انت ماشي شاك ديالو. شنو كينوضوا كينديروا ملي عرفوا راسهم انهم ما عندش ماما داك لو شاك وما غاتعطيهمش لو شاك حيت ما عندهاش. كون كان عندها كون دارت بحالها بحال الناس كون عطات الشاك كون كنت انا حاضره نقدر نعطي الشاك وعاد تعتق ليا بابا عاد نهضر ما نعطيش الشاك حيت هاد لوجيست هذا ولفناه كلنا كنعتقوا الابناء ديالنا كنعتقوا الاباء ديالنا كنقطعوا الامهات كنا كنعطيو الشاك ماشي نعطيو الشاك نعطيها كارني كله خاوي شي كارني نعطي لها خاوي تعتق ليا بابا. ملي شافت انها ما عندهاش هذيك الورقه ديال الشاك شنو كدير؟ بعدا الطبيب مشى ما بقيتش عاودنا شفناه ما عيط ليا ما ديو معايا على فلوس ما قال لي شحال ما دار حتى شي حاجه. جا طلع عليه قال لي اش خاصو عطى لي كونسين بانه خص يتطلب ولا ما يتطلبش. ما عاودناش شفنا الطبيب الى يومنا. جوج مرات كنسولو على سميتو وعاد من بعد فهمت بانه الا في اكسبري خربق ليا السميه او لا يمكن سميتو ما مفهوماش مي ما عقلتش على السميه ديالو. جمعت هو تيقولها والثالثه قالها ماما ما عرفناش سميتو بالعاني خربقها ما عطاش السميه ديالته كاع. دونك ما جاش هاد الطبيب هذا مشى شنو كدير في المنيه؟ لي انا كنقول هاد السيده هادي هاد سميتو شنو كيسم بهم حمام الرحمه ولا اللي كيسميو هاد لي زانفيرميير ما عرفتش واش باقا كتنعس ما عرفتش واش عندها ولادها واش عندها باها ولا بد بغات تكون عندها عائله. واش ما تخيلاتش هذاك السيد بانه انسان بانه من عائلتها كتنوض هاد السيده هادي بفارغ الصبر ديالها وعينيها محلولين كتمشي عند بابا وكتحيد له الاكسجين حيت ما تحطش الشاك ديال 30000 درهم كتحيد له الاكسجين. عرفتي شنو هي كتوقف له الاكسجين ومسكين باقي كيشوف وعاقل وحاس بهاد اللحظات الاخرين ديال حياته حاس بانسان حيدات له الاكسجين من وجهه. راه سيدي ربي بوحدو اللي كيعطي الاكسجين ماشي الناس.
واش حيت ما حطرتش ماما الشاك ديال 30 ميليغرام كينطروا له الاكسجين وباقى الاماره باقى لاطراس ديال بابا بقوت لي باش يطلبها شد لها في يديها قمشها انا شي هاد البنت هذه في لا كلينيك لونشو فيها قمشه ديال بابا انه كيستغث منها وما قادرش يهضر قمشها حيت حد نطرات له الحياه حيت حيدات له الاكسجين انا مآمنه بانه الاعمار بيد الله مآمنه بانه الساعه ديال بابا وصلت ولكن قتلوه كار هذا الشهادة هذا إجرام هذه كتسمى نو أسيستانس أون بيغسون أون دونجي هذه راكو كان إنسان عادي كتعاقب عليها عساك طبيب فين هما هاد الأطباء اللي كيقتلوا اللي كيأديوا القسم واش مأدي القسم باش أنه يعتق الناس وما يعتقوش فينك يا الطبيب فين كنتي فين مشيتي صافي عطيتي التعليمات ديالك ومشيتي فين مشيتي عند المدير ولا عند بغيت نعرف أنا فين مشيتي بغيت نعرف أنا واش باقي واش واحد من داك لو بيغسونيل ديال لا كلينيك واش باقي كينعس واش تحرك له شي ضمير انا كون كنت خدامه تما نحط البلوزه ديالتي ونخرج علاش ما باقيش عندك خاص الروح ديال بابا باقي ساكنه في هذيك لا كلينيك وباقي كيعاتبكم ويلا ما تعاقبتيش في الدنيا غتعاقبوا في الاخره ولكن انا عارفه ومتيقنه بان الناس ديال ربي غيعاقبكم في الدنيا قبل الاخره باش تبقاو عبره للناس كاملين اللي كيجوا عندكم ما كتعتقوا انت كتطلبوا لهم الشاك ولا كنت كتاخذوا منهم فلوس راه روح هذيك راه ماشي ثمن راه ماشي بضاعه اللي غناخذ عندها ان شيك دو غارونتي والشيك دو غارونتي كيعاقب عليه القانون وهذا الشيء قالها المينيسك بانه ممنوع منعا كليا الشيك تصوركم كانت انا وما عندها الشيك وعطاتها كتعاقب حتى هي عليهم بغاو يصيفطوا لي ماما للحبس حيت الشيك تيتعاقب اللي عطيه واللي واخده ممنوع منعا كليا الشيك يتعطى ومازال شدينه تيقول لها عطيني 30 ميل درهم باش يلاه نعتقلك راجلك هذه فين كاينه قتلوه على قبل ان شيك حيدوا له حيدوا له الاكسجين حيت ما عندهاش الشاك شنو كيديروا هذيك جناح الرحمه ديك لانفيرميير حيدت الاكسجين ومشات في حالتها ما باقي بان حتى شي حد شكون اللي كيهز بابا من وسط من وسط من وسط الجورجانس بهاد كورونا اللي عندنا حنا فيها وبانه ستين اورجانس سيكون ان اندوا ستيريليزي وبان انا ما كنحتقر حتى شي حد ولكن حتى كون كنت انا اللي بنت وحده ما كانش عندي الحق باش ندخل للجورجانس شكون اللي كيدخل كيهزو من داك الفراش ديال الجورجانس الغارديان ولاجون سيكوريتي هما اللي كيهزو مريض كون كانت عندي شي حاجه في العرق ديالو واش عيب الله كيهزو واش هاد الناس ما عندهم براكه ما فهمتش كيفاش تحالين بعدا هي الاولانيه ما فهمتاش فينا هما لي نورم ديال لا كلينيك فينا هما لي نورم ديال لي زورجانس واش عيب الله كاينه اورجانس اللي ما كاينش ام هكا راه شي واحد يوصل للباب خصك تخرج وكطيرو باش تعتقوه ما كاين حتى شي واحد كلشي وجالس بلاصتو وكيتسنى الفلوس هادوك حاطين كياخذوا الفلوس وارواح الناس عندهم ما عندها حتى شي عبره دخلتي خصك تحط الفلوس ما حطيتيش الفلوس وعاد يفكر كيفاش غيداويك ماشي غيداويك نيشان يفكر كيفاش يداويك دونك كيهزوا هذاك حد بلا فشاش كيهزوا لاجون سيكوريتي هو الغارديان وكيحطوه في الطوموبيل ديال ماما انا ماما حتى خرجت بعدا ملي طلبوا لها 400 درهم ما عندهاش عندها الشيك حيدوا لها لا كارت ناسيونال ديالها غير هادي كتسمى جريمه في حد القانون باسكو لا كارت ناسيونال كتسمى ديال الواحد ماشي ديال شي حد اخر كيحيدوها لها وانا هاد لا كارت ناسيونال باش عطاوها ليا مشيت جريت وجريت وجبت امر من عند من عند وكيل الملك جبت بويسي جيستيس باش عطاوني لا كارت ناسيونال وعطاوها ليا وعندي لاكت باش انها تعطات ليا بانها كانت عندهم شنو كتقول ليا البنت باش تدافع على راسها خلاتها عندي باش ترجع عندي غدا واش حنا دراري صغار كاين شي واحد تيخلي لك علاش خلات عندك لا كارت ناسيونال من اصلو علاش خديتيها لها واش مرا كبيره وكتصيفطيها في نص الليل حيت ديك الساعه كانت المغرب كطيحه الشتا والظلام ومرا مسنه وحاطه من موراها سيد موغا ومعها واحد السيد كتحيدي لها كارت ناسيونال ما بقى لك تحيدي لها البيرمي ولا تحيدي لها حتى الروح ديالها شي بقى واش لا كارت ناسيونال كتحيد وما فهمتش هاد الناس هادو واش كيقولوا ما دي حرام كيمشي وحده اخرى اكثر منها جرامه تيقول لهم ما تشدش الشاك تيقول لهم كيشد لا كارت ناسيونال هادو باغيين الشاك وباغيين لا كارت ناسيونال كيهزوا بابا كيحطوا في الطوموبيل زادت به ماما انا ملي عيطت ليا كان صافي ركبات قلت لها عتقي كلينيك لا سي ان اس اس ديال درب غلف بوحديتها قلت لها سيري عتقي سيري لديك البوليكلينيك حيت هما عنده انا عارفهم بانهم عندهم لا كونفونسيون مع الميليتير وعارفهم بانهم ما كيطلبوش الشاك دو كارونتي وهي غاديه في الطريق ما عارفاش شنو واقع لها كان غيضربها كاميو في الطريق وقفها بوليسي ربي اللي علم عليها انا ماما قلت لكم فام وفوي ظلام ساير ليام ظلام كيلقاها في دارها كينوضوا هاد لي زاساسا هاد القتاله هادو كينوضوا كيخليوها كتمشي بوحدها ومحيدين لها كيسلبوا منها لا كارت ناسيونال ديالها علاش على قبل 400 درهم واش هادي كاينه في شي قرار ما كايناش
راه يمكن كل كون كانوا فيه قارات اخرين غنقلبوا مع عمرنا ما غنلقاو بحال هذا السيدو نهائيا. هذا السيدو ما كيتسمى ما هو ديال الاسلام، ما هو ديال شي ديانه، ما هو ديال شي حد اللي كينوض وكيسيد. كيفاش هاد الانسان اللي كتنوض كتحيد الاكسجين؟ كيفاش هاد الانسان اللي كتحيد لها راك ستاسيونال؟ كيفاش هاد الانسان هادي كتحيد لها كتقول لها اعطيني الشك ديالك باغا تدخلها للحبس؟ انا اللي كنطلب واحد الحاجه، هي انه اي واحد على هاد وجه الكون يحس بديك الدقيقه هذيك لا فراكسيون سيكوند باش يحس بابا وهما كيحيدوا له الاكسجين. حيت ملي داروه له ديك ربع ساعه ولا نص ساعه بدا كيستنعش، يلاه باقي يلاه كيتشبت بالحياه، نوضو كيحيدوا له الاكسجين. بغيت انا اي واحد يحس بديك الدقيقه كيفاش الروح ديك الساعه كانت تخرج، كيفاش يحيد، كيفاش يحس براسو ديك الساعه، وكيفاش انه مهزوز، وكيفاش محطوط في الطوموبيل وماما مسكينه ديك الساعه زادت تبيع ما كامله تاع 10 دقائق مشى عند الله، وهي غاديه كتجري وطامعه في سيدي ربي وطامعه وكتطلب باش انه توصلوا لا كلينيك. تلقى في شحال ملي وصلتوا لا كلينيك وصلوا لقاو مات، لقاو مشى عند الله. علاش؟ حيت حيدوا لك، حيت حيدوا له الاكسجين وخرجوا عليه حيدوا له الاكسجين. هادو قتاله، انا كنقولها وتنعاودها، وانا كناشد كلشي، وانا بغيت لا فونداسيون حسن، وانا بغيت الميليتير، وانا بغيت لي جوندارم، وانا بغيت كلشي، وانا بغيت سيدنا، وانا بغيت كلشي وقف هادشي. راه احتقروا الميليتير، واش عباد الله كولونيل؟ انا كنقلب في الوراق ديالو كنلقى بابا عنده وسام فارس، وسام فارس عطيلو الحسن الثاني، كنلقى الورقه ديالته باش بالمدرسه باش دخل الميليتير، باش دار هاد 45 عام ديال الحرب، دارها المدرسة ديالتو اللي كانت تقرا فيها. عطينو واحد الميساج شنو كاتبين فيه؟ ترافايور اي سيريو، ترافايور. انا لي ميساج اللي توصلت بهم مع الناس اللي قراو معايا وعرفوا بابا بانه كان شام، كان سيريو، كان اب ديال الجميع. انا كنطلب وكناشد بهاد لي زورغانيزم كلهم ديال الميليتير، ديال المتقاعدين، ينوضوا يتحركوا، ينوضوا يديروا شي حاجة. حيت حنا دابا انا بابا مشى وبغيت يكون اخر واحد اللي وقعت في هذا الواقع. انا كنفكر في ولادنا، كنفكر في ولاد الميليتير، واش باش ما يعيشوش هذه العيشه اللي انا عايشه دابا؟ باغا الميليتير كلهم يوقفوا معايا باش ولادهم ما يعيشوش هذه المعيشه هذه. علاش؟ حيت ما لقيناش شي حد اللي غادي يحن في هذيك لا كلينيك. انا كنسيت باش قلت باش انه المينيس مسيو المينيس الله يكثر خيرك، الله يكثر خيرك، صيفط ان ديليغاسيون ديال البحث اللي دابا قايم، اون ديليغاسيون اللي فيها ناس اطباء محلفون من المينيستير ديال لا سونتي، وجا معاهم كولونيل من الميليتير، هما البحث قايم، ولكن بغيتهم يجيو يكددوا ويعاودوا، بغيتهم يجيو يعاودوا ويقلبوا ويعاودوا، بغيتهم يشوفوا يلقاو الحقيقه، باغا الحقيقه تبان، وباغا انا هاد الروح ديال بابا يرتاح وانا عارفه ما يرتاح حتى يبان الحق. انا كناشد الناس كاملين باش يعتقوني، وانا كناشد الناس كلهم باش تبقى هي الصوره ديال بابا، هي باش تمحالو مسكين ديك الصوره اللي كان يمشى بها، غير كي ريبوز اون بي، غير كي ريبوز اون بي ويتخذوا الحق ديالو صافي. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.